السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. الوزير الأول يقول إن التمسك بالنظام والرئيس ينبغي أن يكون من الثوابت، والمتدى يعتبر التصريح عبثا بالدستور. اتحاد قوى التقدم يطلق يوما للتشاور والتفكير حول الوحدة الوطنية في موريتانيا وسط مشاركة ساسة وحقوقيين. الرئاسة الجزائرية تعين بموجب مرسوم صادر عنها حكومة جديدة أبقت على 11 وزيرا من الحكومة السابقة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال الوزير الأول الموريتاني يحيى والحدمين إن التمسك بالنظام الحالي وبالرئيس محمد عبد العزيز ينبغي أن يكون من الثوابت. وأضاف وفد وحدمين خلال مهرجان بمقاطعة طنطان أن الإنجازات التي تحققت وتلك التي قيد الإنشاء تجعل من الضروري التمسك بالنظام. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. الوزير الأول الموريتاني يحيى الحدمين يقول خلال مهرجان بمقاطعة طنطان إن التمسك بالنظام الحالي وبالرئيس محمد عبد العزيز ينبغي أن يكون من الثوابت. وأضاف الحدمين أن الإنجازات التي تحققت وتلك التي قيد الإنشاء تجعل من الضروري التمسك بالنظام. هذه الإنجازات اللي فاتوا وعدروا، وهذه الإنجازات الكبرى اللي مبارك معاها، ما تقد مدة تقبل تتخلى عنها، يكون الى ان قلعت منها بصناديق الاقتراع. هذا يعود ملي واضح. اذا التمسك بهذا النظام والتمسك بفخامه رئيس الجمهوريه محمد بن عبد العزيز ميار تعود من الثوابت عند الجماعه. وهذا لاول مره نقولوه علنيا قايلينه في الطينطا. وقبلها بأيام صرح رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا بأن المأموريات مستمرة وإن المسار لن يقف عند إنجاح التعديلات الدستورية المرتقب إجراء استفتاء شعبي حولها منتصف شهر يوليو القادم. ومتأكدين أن هذا ما هو راي مسيرتنا، ما هي واقفة عند نجاح تعديلات دستورية. راي مسيرتنا ما زالت مستمرة ومستمرة، وراهم هذا قد مأمورياتنا ما زالت مستمرة ومستمرة بين الله تعالى. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض أصدر بيانا ندد فيه بالتصريحات واعتبرها تدخل في إطار ما سماه مسلسل العبث بالدستور، واصفا الخطاب بالتزلفي ومعتبرا إياه عودة لخطاب المأمورية الثالثة. واعتبر بيان المنتدى أن خطاب الوزير الأول ينم عن انتهاكات للدستور ومصادرة حق وإرادة الشعب الموريتاني في التغيير الديمقراطي. أطلق حزب اتحاد قوى التقدم يوما للتشاور والتفكير حول الوحدة الوطنية في موريتانيا. وقال رئيس الحزب محمد المولود إن اليوم التفكيري يسعى إلى الخروج ببرامج وخطط مشتركة تجعل من الوحدة الوطنية مشروعا لدى كل الموريتانيين. وشارك في افتتاح اليوم التشاوري عدد من القادة السياسيين والناشطين الحقوقيين معظمهم من أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة. نظمت مبادرة لن تفرقوا بيننا ندوة في نواكشوط ناقشت موضوع الوحدة الوطنية، ودعا القائمون على المبادرة إلى تعزيز أواصر الأخوة وتعايش السلم بين مكونات المجتمع، ذلك باستحضار القيم والمثل التي عاشها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في عصر النبوة. نظمت لائحة الإصلاح برئاسة النقيب محمد سالم ولدا حفلا تكريميا بمناسبة فوزها في الانتخابات الأخيرة المنظمة من طرف نقابة الصحفيين الموريتانيين، ذلك تحت شعار بعد النصر النقابة تجمعنا. الحفل حضره مناصر اللائحة ولفيف من شخصيات الحقل الإعلامي وسياسيون وشخصيات من المجتمع المدني.
عينت الرئاسة الجزائرية بموجب مرسوم صادر عنها حكومة جديدة برئاسة عبد المجيد تبون، وقد أبقت التشكيلة الحكومية على 11 وزيرا من الحكومة السابقة من ضمنهم 4 نساء، وغادرها 13 وزيرا. ويأتي الإعلان عن تشكيل الحكومة الجزائرية يوما بعد تعيين الرئاسة عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للوزراء خلفا لعبد المالك سلال. التفاصيل في صيغ تقرير التالي. أعلنت الرئاسة الجزائرية الخميس عن تشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة عبد المجيد تبون، حيث أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مهام 13 وزيرا من الحكومة السابقة، في حين أبقى على 11 آخرين في مناصبهم الحكومية. وأسندت 4 حقائب للنساء، فيما تم تعيين وزراء جدد منهم 4 مدراء لمؤسسات عمومية. وحمل التغيير الحكومي الجديد بحسب صحيفة النهار الجزائرية تعيين عبد القادر مساهل وزيرا للشؤون الخارجية بدلا من رمضان العمامرة، كما عينت صحفية وهي الزهراء زرواطي وزيرة للبيئة. وسيتم أداء اليمين وتسليم المهام غدا الجمعة. وأبقى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على 11 وزيرا من حكومة سلال السابقة، ويتعلق الأمر بكل من علي نور الدين بدوي في منصبه وزيرا للداخلية، والطيب لوح وزيرا للعدل، ونوريا بن غبريط وزيرا للتربية، بالإضافة إلى محمد عيسى وزيرا للشؤون الدينية، والطيب زيتوني وزيرا للمجاهدين، وعز الدين مهيوبي وزيرا للثقافة، والهادي ولد علي وزيرا للشباب والرياضة. وعين الرئيس والي ولاية وهران عبد العزيز غني زعلان وزيرا للنقل والأشغال العمومية، ووالي ولاية عنابة وزيرا للسكن، كما تم تعيين جمال كعوان وزيرا للاتصال، وكان يشغل في السابق منصب مدير وكالة الاتصالات، وتعيين يبدا محجوب وزيرا للصناعة والمناجم، ومصطفى قيتوني في منصب وزير للطاقة، وكان يشغل سابقا منصب مدير شركة سولنجار، كما تم تعيين عبد الرحمن راوية وزيرا للمالية، وكان يشغل منصب المدير العام للضرائب خلفا لبابا عمي، وتم تعيين مدير الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب. واستلم عبد المجيد تبون رئيس الوزراء الجزائري الجديد مهامه الخميس خلال حفل تسليم مهام من رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد المالك سلال. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد عين الأربعاء عبد المجيد تبون في منصب الوزير الأول خلفا لسلال، الذي قدم استقالته بعد قيادته لأربع حكومات منذ العام 2012. اشتكى سكان قرية تويجك جيجت التي تبعد 20 كيلومتر عن بلدية سانغرافا من العطش ونقص المياه الصالحة للشرب. ويقول القائمون على الحراك في وقفة احتجاجية أمام مبنى القصر الرئاسي بنواكشوط إن هذه الخطوة تأتي لإنقاذ القرية من العطش الذي يهددها، وخاصة أنها على أبواب فصل الصيف. إلى الشأن الفلسطيني، حيث أعلنت دار القرآن الكريم والسنة بغزة عن إخراج 3 ختمات كاملة مسجلة بأصوات 3 من مشاهير قراء فلسطين الماهرين بتلاوة كتاب الله في إصدار تسجيلي تستقبل به الدار شهر القرآن. اليوم نحن اليوم مع مشروع رائد ورائع. مزامير تقطع أداء صوتيا ما بين دفتي المصحف المرتل في رحلة قراءة وارتقاء تواطئ حصصها الخط القرآني العام لمقرر مدرسة 30 يوما. هكذا قدم دار القرآن الكريم والسنة بقطاع غزة ضمنيا مشروعها الرمضاني لتسجيل القرآن الكريم كاملا بأصوات 3 من مشاهير قراء فلسطين. الثلاثة القراء وفق ما أعلنته رسميا دائرة القراءات والسند بدار القرآن الكريم والسنة هم الشيوخ المتقنون غسان الشوربجي، عاهد زينو، عارف العشي. مدير دائرة القراءات والسند بدار القرآن الكريم والسنة الشيخ بلال عماد عزز إعلان مدير الدار الدكتور عبد الرحمن الجمل بحديث عن أطوار نشاط دائرته قبل استواء العمل التسجيلي سيرته النهائية. الختمات الثلاثة المباركة تمت بعد جهد كبير وعمل متواصل ليلا ونهارا بفضل الله سبحانه وتعالى، فقد مرت هذه الختمات بمراحل كثيرة من التدقيق والتحقيق والمراجعة من قبل لجان كثيرة مختصة بعلم التجويد والأداء بدائرة قراءة والسند بالدار.
الختمات الثلاث النديات نال شرف تسجيلها استوديو أصايل للإنتاج الفني في عمل صالح وسعي حميد لم تزل دار القرآن تعتمده في مسطرتها الرمضانية إصدارا موسميا ضمن أنشطة وبرامج ميراث وقتها خدمة الكتاب العزيز. نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. الوزير الأول يقول إن التمسك بالنظام والرئيس ينبغي أن يكون من الثوابت، والمنتدى يعتبر التصريح عبثا بالدستور. اتحاد قوى التقدم يطلق يوما للتشاور والتفكير حول الوحدة الوطنية في موريتانيا وسط مشاركة ساسة وحقوقيين. الرئاسة الجزائرية تعين بموجب مرسوم صادر عنها حكومة جديدة أبقت على 11 وزيرا من الحكومة السابقة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة والنصف تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد، تناقش موضوع الوثيقة الصادرة عن حراك محال تغيير الدستور. التاسعة نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. السلام عليكم.